السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حي الله الجميع، حياكم الله. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. عندي لكم سبحانية، بما أني الحمد لله حلقي أهوان، ودي متابعاتي ينبسطون يسمعون سبحانية جديدة. والسبحانية يا طويل العمر والسلامة بوهك الرجال اللي تزوج من وحدة، ويوم تزوجه حب حب يعني يقول ما توقعت اني بحب زوجتي هالحب. طبعا هي بادلوا نفس الشعور، لكن سبحان الله بطبع شين مرة، اللي هو شو يعني شايفت الروح عليه وتأمر وتدلع وتزعل، حتى لو هي الغلطانة لازم هو يجي يعتذر منه، لا وبعد يجيب له هدية، يعني مي بسهلة. حتى لو هي اللي غلطانة وهي اللي متسببة بالمشكلة، تسفه وتسفه لين يجي يتعذر منه. وسبحان الله يعني بعض الرجال هو اللي يخرب حرمته، ولا المفروض لو صارت هي غلطانة يسفها لين تحسف. المهم انه يقول يعني مشت حياتي على هالشكل، واني يعني كل اسبوع اسبوعين تزعل وجب وحط وبي وبي وهات، مع اني يقول يعني انا على قد حالي، يعني ما عندي شيء، لا يعني شيء يلا يكفيني انا وياه، ومستاجر بيت وجايب اللي هي تبي. يقول حملت وجابت بنت، ومن حملت وجابت ولد، صار عندنا ولد وبنت، وهي ما تغيرت، ابو طبيع ما يغير طبعه، بالعكس كل ما له يقول بزود، حتى يقول صارت تزعل تروح لهلا تقعد أسبوع، وكل مرة أجيب لها رضاوة شكل، حتى لو إني ما يعني مو بني مزعلة. يقول وليت على شينا إن مثلا تقوم بواجبي، تعطين حقوقي، تطبخ لي لجيت تعبان، تافلنا العافية، أجي من الشغل تافلنا العافية تعبان مرة، كثير ما ألقى طابخة، ما همها إلا نفسه، ولا همها إلا تهتم بشكل وتصلح شعره وتصلح أظافره وتصلح. يقول لكن أنا وعيالي ما علي منه، يقول أحيانا أجي أنا تعبان وأقعد أطبخ لي أنا وعيالي، لكن أقول يلا الحمد لله يعني هذا نصيبي. يقول والمشكلة أني أحبه، يعني ما أصبر أنا. يقول راحت الأيام، صار عندنا يعني الولد والبنت، صار الولد عمره 5 والبنت عمرها يمكن 2 أو 3، وهي على حالته. يقول مرة من المرات زعلت، يعني تزعلنا عند ما أدري شو عنده، وتكلمت وهاوشته وما أدري وش، ويقول تقوم وتضف عفشة وتروح لمهلة، يمكن هذه يقول 5 أو 6 مرة اللي تزعل عندها له وأروح راضية. ما عمري خليتها أكثر من أسبوع إلا أنا جايب لها اللي هي تبي، وجايبة للبيت وحاب الراسة، لعادت على هالعرس. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد. يقول حتى عيالي حول ما استقروا، ودايم لسانه طويل وتهاوش يعني يقول أحس إن حتى عيالي ما يحبونه، يعني صاروا يكرهون أمهم، أنا الحنون وأنا اللي أطبخ وأنا اللي شو اسمه أسنعهم ولبسهم، وهي بس كذا يعني مجرد شكل الحمد لله. يقول لكن الصبر زين. يقول زعلت عند هلا والعيال مخليتهم بالبيت، يا بنت الحلال يا عدل يا بدل، ارجعي عيالت اني يعني لا رحت الشغل بلش بهم، مرة حطهم عند عمتهم مرة عند الجيران. قالت ما علي منك، وش تبين وش رضيت وش الشيء اللي خليت ترجعين. يقول وتكبر راسه وعيت عيت، يقول يوم بديت اتشحذ واترجاه، يقول يعني مرة ذلتا، يقول واشحذ واشحذ وهي عندها له. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد. يقول يعني له أسبوعين زعله عند شيء هي السبب، وهو يقول هي السبب مو بعد أنا، يعني المشكلة هي الملفتة. يقول المهم يوم أني ترجيته قالت خلاص برضى، بس بشرط. وشو شرطت؟ أبي تجيب لي 5 كيلو ذهب، كيلو بعد ما تعامل بلاطقم. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد. طبعا
القصة هذه ميب يعني من مين من بلدنا، مديرتنا ديرة يعني مجاورة لنا. المهم يقول قالت أبي 5 كيلو ذهب. يا بنت الناس منين أجيب لك ذهب؟ لو أبيع نفسي ما جبت هالوزن ذا وهالسعر. ما علي منك، تسلف، دبر عمرك، ما لي دخل بك، رجع ماني براجع، هو قعد بلش بعيالك وأنا بقعد ببيت أهلي معززة مكرمة. يقول خليت يعني أهلها يتدخلون، خليت أخوي حاتي، ما في فايدة، معنده ومابست الراسة. يقول يعني ما منين اللي أجيب له 5 كيلو ذهب. يقول المهم قلت بخليه إن شاء الله يطيح اللي براسه. يقول شهر شهرين والله ولا أهمه ولا أشكل علي ولا فكرت أصلا حتى بعياله. يقول ويجي واحد صديقي قال ابن الحلال بس عرس أزيل لك، مش تبي؟ يقول يوم إنه قال لي بس أزيل لك عرس، عندي لك واحدة مرة حليلة وطيبة ويتيمة وكل شيء منك بتفرح به. يكوني قلت يعني أنا ما عندي وعيالي طيب. يقول أنه أقنعه وقال أنه هي يعني ما عندها مانع تصير أم لعيالك وحرمة الحبيبة وتخاف الله. يقول المهم يوم شفت الدعوة كذا قلت يلا يمكننا خيرة. يقول والحمد لله ربي وفقني بهالبنت اليتيمة ما شاء الله تبارك الله. يقول حبيبة وطيبة وكل شيء أبي سم وبشر، وحتى عيالي يقول هم صغار يوم شافوا حليلة حبوا بدوا يسمعون كلامه وتفرحهم وتوكلهم وتروشهم. يقول ما شاء الله تبارك الله يعني عشت بجنة. قلت يعني يسفى بعمري اللي فات اللي صابرنا على السعلوة الأولى، وشلون يعني الحريم مثلهم بواحد. يقول يعني أنا عندي اعتقاد من أول أن الحريم زي بعض كلهن يعني زعولات وكلهن يعني. يقول لا يوم جت عندي فرقت الحريم، حبيبة وطيبة وحليلة ولا عمره زعلت بس تناظر وجهي. يقول سبحان الله على أني أحب امرتي يعني الأولى، لكن يوم شفت معاملة هذه غطت عليها. يقول هذيك درات اني عرست ودرات اني يعني مبسوط وعيالي مبسوطين، بدأت ترسل لي وتهدد وتوعد ويعني يقول ما خلت شيء ما قالته. يقول يوم شافت ما ينفع يعني ما ينفع التهديد والتوعيد، يقول بدأت ترجع، بدأت ترسل لي مراسيل مع مرة مع أخوة ومرة مع أبوة، وأنا طبعا ما طلقته. يقول بدأت ترجع وترسل، وابوه كلم واخوانه كلهم بدوا يتوسطون له، يا ابن الحلال تحسفت وتبي عادي تبي تعيش مع زوجتك وتبي بس تنظر عياله. يقول يوم جيت رحت قلت لزوجتي الجديدة، يقول زعلت وصيحت قالت انت يعني قايل لي ان زوجتي مي براجعة يعني تغير الكلام وشلون 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 بنعيش انا وياه مع بعض. يقولني قلت له بنت الحلال خلي نظر عياله ولا ودي حرمة، وأنت غالية علي، وهي إن شاء الله يعني تأدبت من يعني هاللي صار. يقول بعد الحاح الحاح دي طيبة وحبيبة، قالت يلا شكوى لله. يقول وروح وجيبه وحط لدي غرفة ودي غرفة كل واحدة له ليلة. يقول طبعا مشاكل لأن هذه يقول رأيت مشاكل، لكن هذيك حليلة وتسكت وتحمل. يقول ومشت الأيام وقعدنا يمكن تقريبا شهر عقب ما رجعت يعني أم عيالي. يقول وهالشهر خلال الشهر ذا في مشاكل يعني هذه سوت فعلت قالت. يقول وذي تصارخ، يقول معروف بصراخ مرتي أم عيالي بس هواية أصراخ. يقولت الله يعين بس ليتي ما رجعته وشبيبه. يقول المهم لا إله إلا الله اللهم صل على محمد. يوم عقب شهر أو شهر ونص وأجي من الشغل ولادي لا قاعد تنتصارخ وتلجلج، ويقول قالت لي كلمة جست أتحمل عقبه يعني كلمة مرة شين ما تقال. يقول عقبه قلت له انقلعي، عجبت الوضع ولا انقلعي؟ يقول أنا قالت إيه أبنقلع وأنا ما بيك ولا بعيشتك
يقول وتجي وتطلع. يقول ما طلعت من البيت إلا أنا مطلقة، طلقته خلاص ما عاد أقدر أتحمل. وقلت الحمد لله عندي حرمة ثانية غيره وأزي منه. يقول المهم إني طلقته. يقول يوم جبعت كم يوم وتحاتين بالجوال، قالت شف يا أما أنك تجيب لي شو اسمه الذهب اللي أنا طلبت، ولا يا ويلك. يقولني قلت له وش يا ويلي منه، خلاص طلاق وطلقت ولا عاد بيت، وعيالي أبربيهم عندي والحمد لله ربي عوضا عنت بزوجة حليلة. يقول إن جت قالت لأنك ما تدري أنا وش بسوي بك. يقول إني قلت أكيد تهدد توعد توعد خليها بس تنقلع. يقول يوم قعدت شوي قالت لا أنا برسل لك الحين صور وبفضحك بهن أنت وزوجك. يقول ما عطيته يعني وجه، يقول وجهي وسكر بوجهه. يقول يوم قعدت شوي وترسل لي صور، يقول تخيل والخسيسة الكلبة اللي ما تخاف من الله، يقول مصورتان غرفة النوم أنا ومرتي، تخيلوا، ومصورة زوجتي وهي بالحمام الله يعزكم تروش ما عليا ولا عود. يقول حسبي الله عليا اثر رجعته هذه يوم ترجع قاعدة تخطط انها تبتزن وتصور هالصور ذولي. يقول انا كأنه جت صاعقة يوم شفت، يعني حتى مجرد انها توريهن احد او يشوفون الناس انا ما ابي، ما ارضى على نفسي ولا على زوجتي. يقول حسبي الله عليا وهددت وتوعدت وقالت شف تبي الصور ذولي راح جيب لي الذهب. يقول واجي واروح لما اخوه وعلمه، ويجي اخوه يواجهه قالت يتذب ما عندي له ولا وريته ولا شيء. يقول انكرت قدام اخوه انها مصورتنا انا وزوجتي وانها تبتزن، انكرت. يقول لكن يوم اني رحت للبيت وترسل لي مره ثانيه قالت شف لا ينفعك لا اخوي ولا حد، كل صورك ذولي بحطهن على النت وبنشرهن قدام العالم، وخلك زوجتك ذي كل اللي ناظرة. حسبي الله عليك. يقول ما أدري شو أسوي، مت ما أدري شو أسوي. يقول المهم قلت يا ابن الحلال رح تسلف وعطى لي تبي. يقول روح أتسلف وأشتري لها الذهب اللي هي تبي وروح أعطيها إياه. وقلت خلي تجين تهددينه ولا تبتزينه مرة ثانية، والله لا قتلت إنه مو بزيلت إن شفت صورة زوجتي أو صورتي أنا ومرتي معت. يقول إنها قالت لا خلاص أنا أخذت الذهب ما علي منك وعيالك ربهم، وخلى هي تتعب عليهم وبالأخير بيرجعوا لي، خلك يعني زي قولتها يعني كفك هذه اللي معك. يقول سبحان الله يعني شوفوا الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. يقول ويجي مرض، هذا المرض نادر وخطير لدرجة إنه ما عاد تقدر تمشي. يقول كل القروش اللي هي أخذت مني الذهب ذا باعته وتعالج به. يقول وأنا بس قلت حسبي الله ونعم الوكيل، الله ينتقم منت وربي سبحانه وتعالى انتقمنه. يقول صارت خلاص ما عاد تقدر تتحرك، صار جلده يتقطع كذا، المرض اللي جاء يتقطع جلده. يقول الحمد لله أنا عشت مع هالحريمة عيشة زينة وربت عيالي وجابت لي عيال معهم وكأنهم كلهم عياله، والحمد لله ربي يصلحهم، وذولا ما انشدوا عن أمهم ولا دروا عنه. يقول الحمد لله، قلت الحمد لله أنهم يبومهم اللي ربتهم لأن ما. وهذه هي السبحانية، وقلتها لكم إن شاء الله أنكم وسعتوا صدوركم وجازت لكم. ودائما سبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، والظلم ظلمات اللي يظلم أحد أو يضره سبحان الله يعني يجي. وأكيد بتقولون شلون يعني قدرت تصور، هي الخبيثة كانت تحط الجوال على وضع التصوير وتدخل بغرفتهم إذا صارت ليلة تجارته علشان تصورهم يعني هو ومرته. وكانت قبل ما تدخل جارته للحمام الله يعزكم تروش، كانت تثبت الجوال وتغبيه وتخليه يصوره وهي تروش، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شوفوا سبحان الله الشيطان يزين المعصية.
لكن الحمد لله كل قوي عليه من الله قوامنه، وما سويت سوي بك، ولا بد انه سبحان الله كل ظالم بياخذ حقه. وهذه القصة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا وأتوب